الاجتماع بالامس في نقابه الصحفيين، مؤتمر صحفي اعلنوا فيه انهم قرروا خوض الانتخابات ب 200 مرشح. هذا تطور جيد. لما يبقى عندهم 200 مرشح وينزلوهم الانتخابات ويقدروا يقنعوا الناس بان هم دول ممثل الثوره ويعملوا جهد حقيقي، ده تطور حقيقي. ده اللي كنا منتظرينه منهم من زمان، ان ينزلوا الشارع يحتكوا بالناس والناس تصوت لكم، وبدل ما تضيعوا وقتكم في نلعب سياسه بقى بالضبط، بدل ما تضيعوا وقتكم في تدخلوا في الناس تشغلكم في مهاترات وخلافات وقضايا والصراع بين التيار العلماني والتيار الديني وما اعرفش القطه قبل الفرخه والحاجات زي كده غريبه جدا. خش انزل للناس، هو ده جمهورك الحقيقي، ومجلس الشعب هو اللي هيغير، مش اي حاجه تانية، مش الفضائيات ولا البرامج ولا الشو. ربنا يستر وادينا مستنيين يوم 26 اما نشوف الدنيا هتمشي ازاي. طيب المصري اليوم، مصر تنزف في السياسه وثلاث نقط والشارع. طيب هو المصري اليوم عامل فكره اخراجيه انه رابط بين الصراع الموجود على الساحه السياسيه، وهل فيه فيما يتعلق بقانون الانتخابات وفيما يتعلق بالجدل حول قانون الطوارئ. بيتكلم ليه ممدوح شاهين العضو المجلس على القوات المسلحه، وهو بالصدفه متكلم ايضا للشروق في الصفحه الاولى ايضا. وفكرته اللي بيقول فيها انه الانتخابات في موعدها اللي هو الدعوه ليها ستبدا نهايه سبتمبر، والانتخابات في الغالب هتبقى في الاسبوع الثالث من نوفمبر، ولا هم ان الانتخابات بنظام مختلط، ومعنى ذلك ان هناك قرار نهائي من القوات المسلحه او من الجيش او المجلس الاعلى انه ما فيش قائمه كامله في 100%، هناك جزء قائمه وجزء فردي، وبالتالي ده تطور سيصيب الأحزاب والقوى السياسية بصدمة، لأنها كانت تؤمل وكانت تتمنى أو تنتظر أن يوافق المجلس الأعلى على أن تكون انتخابات بالكامل بالقائمة النسبية، حتى يعطي فرصة للقوى السياسية أن تتجذر في الشارع وتصل مجلس الشعب، ويمنع في نفس الوقت وصول ما يسمى بين قوسين الفلول إلى المجلس. الجزء الثاني وهو الجدل، بس هل يوم 26 هيحدد ايه اللي هيحصل يعني برضو احنا لسه منتظرين التصريح الرسمي، يمكن ده بالزبط. ما يبقاش كلام نهائي، ولا حضرتك شايف ايه؟ يعني انه ممكن ده ما يبقاش كلام نهائي، يبقى ده انا معلوماتي او ظنوني يعني عشان ما اقولش حاجه مش دقيقه، انه ما فيش 100% قوام، هيبقى في جزء فردي، لكن هو الخلاف حول النسبه بالظبط، هل تبقى 50-50 ولا 70-30 ولا 75-25، لكن فيه فردي. الجزء الثاني متعلق بالطوارئ، كما تعلم الجدل بعد ان تحدث المستشار طارق البشري وقال ان الطوارئ لم تعد قائمه بحكم القانون، ليرد من القضاء العسكري، يقول لا ده بيتفق مع المستمر حتى يونيو 2012 الجاي، وان هي كانت موجوده مادتها مجلس الشعب ورئيس الجمهوريه السابق، وبالتالي اللي حصل في الاعلان الدستوري هي اتمدت من 81 على ما فهمت، لا من 81 بدات الطوارئ ماشي، وكانت تجدد كل سنتين وكل ثلاث سنين بالظبط. احنا من حوالي يعني في قبل سقوط مبارك بشهور تم مجلس الشعب اصدر يعني جدد الطوارئ بحيث انها تنتهي يوم 1 يونيو. فالجدل حول اذا كان المجلس الاعلى اصدر اعلان دستوري قال فيه ماده بتقول ان